ملعب نادي الشرق الرياضي حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 ناديا من 18 دولة عربية يتنافسون للحصول على ألقاب 9 ألعاب رئيسية حتى 12 من فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية وحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. وبدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي مصطفى الأغا بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ومن ثم رفع علم البطولة ودخول طابور عرض الفرق بمشاركة جميع الفرق والأندية المشاركة بالبطولة، ومن ثم تم عرض فيديو خاص عن الدورة وتأدية قسم اللاعبات والحكام أمام الجمهور واللجان المشرفة على الحدث، ليستمتع بعدها الجمهور بعروض فنية ضوئية لافتة عرفت بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة. واستضاف الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، الذي قدم أغنية الدورة الرسمية نساء العرب، والتي عبرت في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية. وخلال الحفل رحبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالوفود المشاركة على أرض الشارقة ودولة الإمارات، وعبرت عن سعادتها بهذا التجمع الأخوي، مؤكدة أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باتت الحدث الرياضي الأبرز في الوطن العربي الذي يدعم طموحات وآمال المرأة الرياضية، متمنية التوفيق لجميع اللاعبات العربيات، واصفة مشاركتهن صناعة لنجاح جديد. تم حفل الافتتاح للدورة الخامسة للأندية العربية للسيدات الشارقة، كان تحت رعاية كريمة لصاحبة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. حقيقة حضورها وتواجدها أضاف كثير، والكلمة الافتتاح اللي ألقتها بالنسبة لافتتاح البطولة والإعلان عنها كانت جدا محفزة للجميع، ليست فقط للفتيات، وهذا اللي يعني عرفناه من سمو الشيخة جواهر بدعمها لرياضة المرأة في بدايتها في الخليج في عام 97، والآن استكمالها في حسها الوطني العربي الأصيل إلى الدول العربية. هذه الدورة يعني هي يعني جات بالمشاركات أكبر دورة في تاريخ الخمس الدورات، بما معناه أن اللي شاركوا 78 نادي لأول مرة يحدث هذا الرقم و 18 دولة، فهذه تميز في حد ذاته. كان حفل حقيقة ولو كان أنه قصير مبسط جميل، الكل عاشه بفرح وسرور. اللي أنا أسعدني أيضا في تقدم في المستوى الفني من ناحية حرص بعض الدول على إقامة المعسكرات، فهذه الاهتمام إحنا نسعي له، لأن حتى هدف سمو الشيخة جواهر إنه لا يقتصر على المستوى العربي، ولكن تريد إعداد إن شاء الله لاعبات على المستوى يحصلون على المستوى الأسيوي والإقليمي والدولي. Thank you.
ووجهت سموها الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمتابعته الحثيثة ودعمه المتواصل لشؤون المرأة في الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتمكينها في شتى مناحي الحياة. وقالت سموها: بعد جهود طويلة وعمل دؤوب حققت المرأة الرياضية العربية جملة من المنجزات النوعية التي تدعو للفخر، واستطاعت من خلال ما تقدمه على أرض الواقع أن تغير الصورة النمطية عن واقع المرأة العربية، والتي بقيت ولسنوات طويلة رهينة نظرة ضيقة حدت من تطور إمكانياتها وقدراتها. وإن احتضان الشارقة للدورة يأتي في سياق التزامها بمختلف مسارات التنمية وحرصها على تعزيز حضور الرياضة كمكون رئيس لبناء المجتمعات القوية والمتماسكة وعامل موحد للثقافات والحضارات. وأشادت سموها بجهود فريق عمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجميع القائمين على تفانيهم في العمل من أجل الخروج بدورة تليق بمكانة الشارقة كحاضنة لأهم الأحداث الرياضية. كما أشادت سموها بالدور الكبير الذي تقوم به الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة وجهودها الطيبة في تطوير رياضة المرأة على المستويين الخليجي والعربي.